السلام عليكم خوت، مرحبا بكم فيديو جديد مع عائله لوستو نوار. اليوم ان شاء الله الدراري كيف ما كتشوفوا من المنياتير قلنا تروح الانفجار في مدينه محمديه البارح، واليوم جينا عند الدراري باش نصولوهم رغم غياب بعض العناصر لظروف خاصه، منهم قرقابل اللي قاري، مروان حتى هو قاري، ايروانا حتى هو قاري، والخلايا اللي كيديروا السوايع ما قدروش يجيو، والاخرين كل واحد وسبتو. المهم هنا معنا بيضاوي عبد الرحيم ويوسف، كل واحد انا البارح كان كيديروا الشاد الدراري وتقربوا الناس، حيت بزاف ديال الناس سولوني في انستغرام عليكم، قال لي الدراري فينا هما كيبقاو، واش تخلعوا، واش طرات لهم شي حاجه، واش ديرهم قراب الانفجار وداك الشيء. اليوم ان شاء الله قررت باش نخرجكم، عطاو كل واحد الراي ديالو على شي طرا البارح، واش مخلوع ولا لا، والناس يقربوا بزاف من هذا الانفجار من عينيكم نتوما كي شفتوه البارح. نبداو مع بيضاوي الاول. خو بيضاوي، انا الصراحه كنت لعب مع الدراري البارح بالليل، كنت لعب مع مروان والدراري، كنا لاعبين ماتش حتى النافوره صافي، كنا عادي لاعبين بحال الدراري. واحد طلعت كنت نشوف الدخان في السماء، دخان كحال ياك والسماء ولات ما بقاتش مزيان، ولات كحله. حنا الدراري في الاول كنصاحبو حمام مع السعاده حدانا، هي كنصاحبو السعاده شويه كنسمع ديك التفرقيه والعافيه في السماء، حنا تخلعنا كنصاحبو شي لعيبه ولا سمير التفرقيه ياك صافي. حنا الدراري تخلعنا كلشي رجع للقسمه. واحد اللحظه جاو عند الدراري وراونا اللايفات في فيسبوك، اللي كيصور في فيسبوك وانستغرام، صافي كلشي تخلع، الاغلبيه اللي مشى لدارهم تخلع، الاغلبيه اللي قدر يهز الطوموبيل مشى بحال هاشو، قال لي هرب من المحمديه كاع خويا. اش كيصاحب واحد الدري كنعرفو والله تيخبر من المحمديه دابا مشى لكازا ومع الرباط، كيصاحب لا سمير تفرقع، صاحب لا سمير ومشى لسمير هذا خويا. مازال الناس يعرفوا ان شاء الله شنو هو الشيء تفرقع، نعطيهم توضيح مع عز الدين. كاين دابا ندوز على العسكري. العسكري انت ملي طرا الانفجار في كتشي؟ ايه انا خويا ما كذبش عليك، كنت في السوايع خويا، كنت في السوايع تنقرا نلتقى بحالك وبلي ارت الزعزع زعزع، خافت علينا الساده واش خرجنا، خرجت من الساده قلت لكم انا دومي جبت السمن انا بات لي كحله زعزع. ورد ديك الساعه كنت عارف شنو طرا ولا لا؟ لا لا ما كنتش عارف شنو، تدي تلقى شباب قالت لي واحد، قالت لي واحد بغات تفرقعوا مع شكون، قلت لك تفرقيع وداك الشيء خلاص تخلع تخلعتين تخلعتي يا خويا. ندوز عند يوسف العسكري. خويا انت اش كنتي كدير في لحظه الانفجار؟ كنت اخويا في الدار جالس كنتفرج انا. ياك كنتي تفرقيع من مرسل القصبه ولا لا؟ ها ترى شفت خرجت برا وانا نتخلع بالي الدخان، تحب لي الدخان انا نتخلع. تخلعتي بزاف ولا شويه؟ بزاف. وملي من نعسي واش نعسي مرتاح ولا لا؟ خايف ما عرفت. تفرجتي في الاخبار ولا والو؟ لا ما تفرجتش في اللايفات تيليفون في اللايفات فيسبوك. شي من قالك طفا ولا لا؟ لا مش يعني نسي تخلي شاشة على. اه وانت عبد الرحيم؟ اه نسي خلي شاشة على ولا تفرجتي في اللايف طفا واو؟ انا كنت عارف مكان واحد، مكان واحد موت الباح، قال لي واحد راجل الباح، قال لي واحد راجل طفا طفا صافي. ياك كتشوف شي موت ورا السوا مشيتي للدار تخلعتي، ما راه شي شي كنازه خليتي عاد موراها مشيتي للدار، ملي مشيتي للدار قالك رطفاو العافيه ونعسي مرتاح. اه ايوا بصحتك ود عبد الرحيم، هذه الليله الامسيه الجميله. وانت بيضاوي خويا نعسي؟ ما عشت خويا على خاطري، ما عشت 3:30 الصباح. وي الساعه راه وقرا طفات. اه ولكن ما عشت 3:30 الصباح خو كنصحب هذوك هاد سميتهم التيوات، التيوات يدخلون من الدار تتفرقع. تخلعت اخويا الصراحه. بيضاوي كان حاضر في الحادثه الخوت هي ديال ايروانا، واخا ما حضرش معنا ايروانا خويا، كان لعب معكم كوره ولا كيفاش؟ لا لا ايروانا ضحك القسمه كامله، دابا حنا كنا لاعبين كوره ياك، وملي شافت تفرقي تخلع على مو، مع مو كانت مع جداتو انا في المرسى، جداتو كنت تكون في المرسى، ايروانا تخلع واحد الدرجه ما كايناش. دابا مو جدا كاينين في المرسى هنا حدا، هما اصلا باش يعرفوا الناس هاد القنشادة راه قريب واحد الديور هنا قسميتهم دور الصباليون، يعني بعاد عليهم شي 300 متر و 400 متر، وايروانا دارهم حدا دار جدا حدا هادشي تفرقع. هي قريبة حداهم من هنا ياك. مشى كيجري. صافي تخلع دابا كان هو كان في حفين. صافي لبس برديلة ترى ضربت رديك. والله ما سخف من هذا حتى المصدر دق على امه. قال له واش تبي خير لاباس، ترى تخلع على خوته الصالح. وراه جا عندكم ورا ما درنا. جا عندنا ترى جا عندنا عرقانو. وقلبو كيضرب في 90، خايف الدري خايف ضل بصح. راه عادي يخاف اخويا، الانفجار البارح ما كانش ساهل. عز الدين خويا انت البارح اخويا فيك انت اخويا، و اول حاجه الاخبار انا كنت في الدار ما على بالي والو، حاجه وحده اللي سمعت شي حاجه دارت الدرو، انا كنصحابو عندنا واحد الباب ديال السطح، دونك ملي كيكون الكوروندير كيتردخ، انا قلت واقيلا هو
انت فاهي فين صونيتي عليا؟ قلتي لي الو فينا فلان؟ قلت لك مالك؟ قلتي لي وسمعتي شي حاجه؟ قلت لك اودي ما سمعت والو. ها وقيلا قلتي لي راه على العافيه. طلعت للسطح اخويا راه صورتها بالتليفون نيت. غنتفاجئ اخويا غتبان لي واحد الشوديره شي على ديال العافيه من موراها غنعرف بان راه كاين هنا واحد ديبو. انا عارفين بان كاين هنا ديبوات ديال الغاز كاينه بحال دابا هذه. دور الكاميرا لا مش مشاوري هذه سطو غاز هذه بوحدها هذه راه ماشي اللي كانت شاعله فيها العافيه الباه كانت شاعله افريقيا غاز افريقيا غاز ديال الاخ نوش هي اللي كانت شاعله فيها العافيه. وكاين عاوتاني راه هما ذوك البوطات عاوتاني لهي هذوك ما عندنا الزهر الحمد لله ما قرباتش لهم العافيه. البارح ساكنه المحمديه كما لقاش بها الله كتعيش حد امسيه واصلا حنا كنا عرفتي عايشين بفضل الله عز وجل. عرفت شنو هادشي اللي داير بينا؟ راه القواس كامل هذا كلهم غاز راه سبحان الله. انت هاد لاصه كلها لازون كامله غاز. جيتي شويه هكا كاينه لا سامير فيها واحد ستوك حتى هي ديال البترول والفيول عاد زيد الواينو حداها من تماك حتى هي فيها الفيول فيها شحال ديال الفيول فيها تماك وعاد زيد حداها لا سنيب. شوف هاد الزونه هادي كامله اندستريال هادي بهاد البلاصه كامله هادي. تخيل معايا كلها كتشكل خطر على السكينه ديال المحمديه. البارح كون ماشي الطف الالهيه ومشكورين رجال السلطه اللي داروا واحد الخدمه كبيره البارح. تخيل معايا راه الناس راه شافوا الفيديوهات فيديو من قلب الحادث كيبان لك رجال السلطه كيضحيوا بالحياه ديالهم من اجل السكينه ديال المحمديه. صراحه البارح قاموا بواحد المجهودات جباره مشكورين. دابا راه كنا بغينا ننقلوا لكم داكشي من قلب الحادث ولكن لقينا احترازات امنيه هنايا مطوقين المكان ما خليناوش ندوزو. كنا بغينا ندوزو لهم من واحد البلاصه هنا لقينا عاوتاني دايرين واحد البارير تماك حاطين واحد جوج ديال المخزن. صافي قلنا اللهم نصور لكم من هنا ونوصل لكم كيفاش طرا داك الشيء الديطايات كاملين كيفاش طرا داك الشيء وشنو الاسباب وشنو كيقول اخويا الاسباب ان اخويا راه باقيين يلاه راه باقي لحد الان باقيين كيديروا تحقيق. ولكن هو اساس مخرج اخويا عزيز هو فويج ديال الغاز حيت انتشر بواحد الطريقه. هذاك الفويت ديال الغاز راه صوروا واحد الدري حتى هو صاحبنا سميتو عادل عبد الله وراه هو اللي انتشر الفيديو ديالو على الصعيد المحلي كامل في المغرب. راه ذاك الفيديو ذاك الدري راه صديق ديالنا وساكن تماك حتى هما الله يحسن العوان الله كنتمناو من السلطات حتى هما يشوفوا والناس المسؤولين يشوفوا هذوك الناس حيت ضروا. اخ ديالو تحرقت ليه السياره ديالو تحرقت لهم الدار الناس تماك ضروا ومشاو لهم راه الله يحسن العوان وكنتمناو الناس مسؤولين يشوفوا في هاد الناس صراحه. عزيزي انت ما قربتيش من الحادثه وداك الشيء كاع؟ خويا انا صورت من الفوق ما نكذبش عليك. كان شاد داك الخلعه ولا؟ حسيت واحد شويه ولكن مانيش كنقول لا يصيبنا الا ما كتب الله ولا انا شي حاجه اخويا كتب الله مرحبا بها فهمتي. ما الحمد لله انا كنت تيق كنت كنقول ربي كبير فهمتي ما ان شاء الله ما غيكون والو في هاد الشيء. علاش؟ اول حاجه كنت كنقول ربي الحكمه ديال الله عز وجل انه ان شاء الله راه غيحمينا. والحاجه الثانيه انك كنقول فاش شعلت العافيه ضروري غتكون واحد مود سيكوريزي دايرين في هاد الشركات حيت ما يمكنش غتنتشر العافيه كامله. ضروري هاد الشركات هادو ديال هادشي ديال الغاز حيت راه اي حاجه كيكون كتكون عندهم واحد مود سيكوريزي كيكونوا ديما دايرين هادوك بحال دابا احتياطات جانبيه كيكون كتكون هادوك كلها اسغولي على الاخرى. دابا دوك البوطات اللي تعولوا فيهم العافيه دايرين هما تا هما حاسبين راسهم لهاد وقع الكارثه. هاد الكارثه اللي غتوقع دايرين في بالهم انه الا طرات سيبوزون طرات راه عندهم راه دايرين واحد السيكوريتي ديالهم وهادشي اللي كاين اخويا حمزه. المهم الخوت كانت هذه الاراء ديال الدراري اللي عاشوا البارح الرعب وصراحه انت انا عشت واحد اللحظه الرعب وكان من واحد اللامبالاه ماشي انا بزاف ديال الساكنه صراحه كان من اللامبالاه كيفاش انا نفرج معكم دابا الخوت. والبارح كنت انا في قوانا واحد الدري حتى كنشوفوا العافيه شاعله كيف ما قال لكم بيضاوي كانت كحله شفنا من بعيد حنا صحاب واش شي حاجه شي حرق عادي فهمتي شي دار مش لعيبه كتحرق تي وقع هذه في الوافه ولا المهم فهمتي في لازون اللي فيها في اتجاه ديال لازون في كاين الحرق الكبير تمينا غادي بحال هكا يلا ضربنا نص طريق باش نوصلوا للمكان الحديثه حيت حنا تابعين الدخان. حتى شويه كنسمع بوك انفجار كبير يتطرق وطرا الشظايا طارت. قلت للدري ماشي هذا شي دار هذا باين شي حاجه ديال الكاز كما البومبات اللي في لافاليز وداك الشيء. من جينا للمكان الحديث البارح بالليل كان السلطات مانع الناس كنت بقى تردهم ولكن حنا كفضول منا وداك الشيء جينا قربنا كثر باش نعرفوا شنو كاين وداك الشيء. فاخر عرفنا ان افريقيا غاز عندها سطوك ديال الغاز هنا في المحمديه صراحة السطوك ديال الغاز هو اللي كيفرق البوطان على المغرب كامل. من هنا كانوا شاعلين شي وحدين فيهم شاعل فيهم العافيه و طرا تسرب غازي كيف ما شوف الفيديو وهذاك التسرب ما عرفتش كيفاش شعلت العافيه مع الغاز
اي حاجه طرش على طراها بريكات شعلو حتى ولادك شعلت العافيه ديال بصح ولادك شن في جار في الاخر. الحمد لله حفظنا الله وحفظ الدراري وتحمد صاب مع هذا واحد الكلبه اللي قال لي بيضاوي مسكينه بقات فيه. اخليكم بيضاوي يقول لكم كيف شاف الكلبه وداك الشيء ومن تما نسالوا الفيديو ان شاء الله. رجعنا مع بيضاوي اخويا كيف ما قلت لي قبيله انك شتي كلبه محروقه ولادها مسكين واحد الكلبه تما وجدت نواحي هنايا المهم هنايا واحد ولد خالتي صورها لي ولا حالي هيك والكلبه مسكينه دابا وقع لها حامله ولا ماش نفخو مع واحد وليد ديالها صغير تاهو صاو قال مسكن تتحرق المهم القاه هي في جهه محروق ومشوطق وهو في جهه ماشي بعاد بزاف تقريبا من شي متر تقريبا مش من بعد الكلبه ولدها مشوطين مساكن كلهم كحلين ايوا ما عندنا ما ندير اخو بيضاوي مخوفك الكلاب صراحه تما كائنات حيه خصنا نتهلاو فيهم داكشي كتاب عليهم انهم يموتوا الحمد لله ما طرات حاجه في بنادم ما مات حتى واحد هادشي اللي مهم. المهم هذه كانت النهايه ديال الفيديو مع بيضاوي ما تنساوش ابوناو ديروا لايك وبارطاجيو والسلام ما يوقع والو على الله ما يوقع والو على الله ما يوقع والو ناس كتواجدوا بمدينه المحمديه لا 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 لا, لا.